تاني يوم الخطوبة لو تفتكر. معلش كل شيء اسمه نصيب، كل شيء ممكن يتصلح يا فادي. أكيد يا أمال، خصوصا لما يكون مبني على تفكير غلط، مش كده ولا إيه يا أسرة؟ الصراحة أنا ما خدتش بالي أنتوا بتتكلموا في إيه. تسلمي إيديك يا هنا، الأكل حلو أوي أوي أوي. ميرسي بالهنا والشفا. إيه يا مراد؟ طب خصمنا ولا إيه يا ابني؟ لا إزاي، ده أنا بس باكل مش أكتر، وبعدين حضرتك عارف كويس أوي إن أنا بحبك، يعني بتعامل معاك زي أبويا بالظبط. أكيد طبعًا يا ابني. سفرة دايما. ألف هنا حبيبي. نغسل إيدينا بقى وألعبك 10 طوال. اتفضل. بس ما تقولوش أغلبك زي كل مرة. لا عيب عليك. هغلبك طبعا زي كل مره. السفره دايما. هقوم اغسل ايدي انا كمان. بالهنا والشفا. والله يهنيك. طيب عن اذنكم يا ولاد. ايه برضو؟ سبحان الله كلهم خلصوا اكل فجاه. ما انا لسه باكل اهو. لا انا قصدي عليهم هم. انا عارفه يا مراد ان اللي بيحصل ده ممكن يكون مضايقك. هو مضايقني ومضايقني جدا كمان، ومش عارف بقى بصراحة إذا كان اللي بيحصل ده برضاكي ولا غصب عنك. زي مش حلو اللي انت قلته ده خالص. تعودي عليك وانت جنتلمان. أنا آسف. مراد أنا لسه بحبك. يا يسرى بس لازم بص أنا مش عايز أسمع منك أي حاجة، مش مستنية منك أي حاجة، أنا بس عايزاك تعرف أنا لسه بحبك وبس. بس أنت لازم تعرفي موقفي. مراد أنا بجد مش عايزة أعرف منك أي حاجة، أنا بس عايزاك تعرف أنا لسه بحبك. الله يسامحك يا جدي سويفي. يعني انت بعد ما تتغدى مع يسرى في بيتك جاي تقول لي؟ طب ما انت كنت معطليك في المستشفى يا غالي. والله؟ اه. انت شايف ان دي مقارنه تنفع؟ لا بص، هو انا عارف طبعا ان الظروف مختلفه، بس انا في نفس الوقت طبعا ما كدبتش عليكي وجيت حكيت لك كل حاجه. قالت لك ايه؟ بص يعني هي ما قالتش حاجة يعني تتحاكي، يعني ما قالتش حاجة عليها القيمة. قالت لي إنها لسه بتحبني. ممكن تهدي لو سمحتي، ما تكبريش الموضوع. سيبي إيدي، أنا مش عايز أتكلم. وانت من اهله. انا واثقه ان مراد هيفكر كويس بعد ما انا قلت له ان انا بحبه، بس انت مش فاهمه. مراد كان دايما بيقول ان انا مشاعري جامده، بس كنت دايما بخيله في كلامي الحلو، وانا متاكده ان انا بعد ما قلت له ان انا بحبه يعني الموضوع ده هيخليه يفكر في كل حاجه تاني. بس انا كمان عارفه ان مراد مش الراجل الخفيف، يعني مش مشاعره هتتغير بكلمه، وكمان لو بيحب غاليه فعلا. بقول لك ايه، لو سمحت ما تجيبيش سيرتها، انا فعلا بكرهها. لولا غاليه دي كان زماني انا ومراد اللي جعنا بعض بكل سهوله. طيب اهدي اهدي. ايه ده، فعلا بكره سيرتها. بقول لك ايه، انا لازم استغل حوار ان انت معانا في الشركه ده، اقعدي اتكلمي معاه. والله ما انا حامله اهم حاجه غير ان انا اشتغل في الشركه. نعم، مش انت اللي كنتي قاعدة بتزني؟ ايه شغل العيال ده يا سارة؟ مش عارفة بقى، لو هشوف عمر كل يوم هبقى يعني طبيعية ولا ايه؟ انت لسه مخلصتيش من الحوار ده؟ لا، بحاول اشيله من دماغي بكل الطرق، مش عارفة صراحة. دلوقتي بقى تو ليت وانتي تعينتي.
ومش فاهمه يعني اشمعنى عمر ما في 100 واحد معجب بيكي. بحبه من اول يوم شفته فيه، ومش عارفه اشوف اي راجل غيره. بس انت مش ناويه تسرقي من مراته صح؟ لا طبعا، ربنا يهنيهم ببعض. بقولك انا هقوم امشي. يلا يا شيخ احنا ناقصين جنان. تصبح على خير. وانتي من اهل مع انك كنت صراحه النهارده غلس معايا شويتين، بس اتبسطت قوي ان انا قعدت معاك. الحمد لله عبد الله بقى كويس جدا، يعني فاق واسترد وعيه، ممكن نقول كده ان احنا عدينا مرحله الخطر خلاص. الحمد لله احمدك واشكرك يا رب. هو بس ادراكه مش طبيعي 100%، يعني انا شايفه ناسي كل حاجه عن الحادثه وعن الفيلم، بس ان شاء الله هيسترد كل ده شويه بشويه. طب عمرو انا عايزه اشوفه. حاضر. غالية عامل ايه دلوقتي يا عبد الله؟ الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا حبيبتي. الحمد لله. امال تيا فين؟ تيا في البيت، انا ما قلتلهاش على الحادثة. كده احسن. بس انا مش فاكر الحادثة دي حصلت ازاي وامتى. عمرو بيقول لي على حاجات انا مش فاكرها خالص. ما تقلقش يا عبد الله، اهم حاجه ان انت كويس. الحمد لله. عمرو. ايوه عبد الله. وانا هينفع ارجع البيت امتى؟ قريب جدا ان شاء الله ترجع البيت. اطمن عليك الاول وترجع ان شاء الله. تمام. انا مش عايز غاليه وتيا يباتوا في البيت لوحدهم. معلش يا حبيبتي. روحي باتي عند مامتك وجدتك لحد ما اخرج ونبقى نرجع بيتنا. بيت ايه؟ بيت ايه يا عبد الله؟ بيت ايه؟ بيتنا يا حبيبتي، بيتنا انا وانتي وتيه.